وزارة البترول وتحديدا هيئة الثروة المعدنية النهاردة بتقفل باب التقديم لمزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر. المزايدة عالمية، كانت المزايدة الأولى في 2020 والخاصة بقطاعات محددة في الصحراء الشرقية. كان المفروض أنه يتم غلق باب التقديم في شهر يوليو، لكن تم مد فترة قبول الطلبات لمدة 60 يوم بسبب أزمة كورونا، والباب هينتهي أو غلق الباب هيكون النهاردة.